ناهيد حمتامي مهندسة كسرت أسقف المناصب النسوية وقادت بناء المعالم بجديتها وإصرارها، كسرت أسقف وجدران الزجاج التي غالباً ما تحول بين المرأة ومناصب قيادية، وشاركت في بناء وتجزيء أراضي ومعالم مدينة بأكملها. حديثنا هنا عن ناهيد حمتامي، مهندسة معمارية رئيسة من الدرجة الأولى رأت عيناها النور بالعاصمة الاقتصادية عام 71-900 ألف، وبميزة مستحسن نالت شهادة البكالوريا في شعبة العلوم، وسعيا للعلم والمعرفة شدت الرحال إلى تونس لتعود منها عام 98-900 ألف مهندسة معمارية من معهد فن الهندسة المعمارية والتعمير. رحلتها العلمية لم تتوقف عند هذا الحد، وأتمت محطاتها بالعاصمة الفرنسية بباريس بعد حصولها عام 2009 على ماستر في مجال التراث ومهن التراث المنظم باشتراك بين المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ومدرسة شايو بباريس. تدرجت ناهيد في العديد من مناصب المسؤولية بالوزارة الوصية بقطاع التعمير وإعداد التراب والإسكان وسياسة المدينة بصفتها رئيسة مصلحة ورئيسة قسم ومديرة مساعدة بمديرية الهندسة المعمارية ومكلفة بمهمة لدى الكاتب العام بقطب التعمير في نفس الوزارة. ناهيد حمتامي تترأس اليوم إدارة الوكالة الحضرية للقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان بعدما كانت تشغل نفس المنصب بالوكالة الحضرية للخميسات. مناصب قيادية نجحت ناهيد في إدارتها في ظرف وجيز، ومكنت المؤسسة التي تدير دواليبها من تموقع رياضي ضمن باقي المصالح اللامركزة بالإقليم رغم فتوة الأحداث والنشأة، وتوجت في عهدها بجوائز امتياز على المستوى الجهوي والوطني خصوصا فيما يتعلق بتطوير وتجويد الخدمات الإلكترونية والرقمية التي وفرتها إدارتها، والتي شكلت تجربة رائدة في المجال وتم لاحقا تعميمها لما كان لها من انعكاسات عملية من أبرزها تطبيق الهاتف الذكي تعمير سيتي سنة 2015. مساعي المديرة لم تتوقف عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى السعي لتكريس الأداء النقدي عن بعد نظير الخدمات المقدمة، إلى جانب الانكباب على وضع أسس نظام معلوماتي جغرافي، أمور اندرجت في إطار انخراط في مغرب الورش الرقمي الذي كان قد أعطى انطلاقته صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. مشاغلها المتعددة ومسؤولياتها المهنية لم تثنيها عن القيام بمهامها كربة أسرة وأم لشابتين رفقة شريك حياتها الذي ينتمي هو والآخر لمهنة الهندسة المعمارية، وعن استمتاعها رفقة أسرتها الصغيرة بحبها للموسيقى والسينما والأدب ومختلف الفنون، وكذا عن انخراطها في أنشطة جمعوية ذات ارتباط بالقطاع الذي تنتمي إليه، وترأسها لأزيد من 7 سنوات رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين. كلها والمزيد من المسؤوليات والإنجازات التي تجعل من ناهيد حمتامي مثالا وقدوة للمرأة المغربية الناجحة في عالم تسيير وإدارة السياسة العمومية.